تخصيب اليورانيوم مصطلح يثير الرعب ويرتبط في الأذهان بإنتاج الأسلحة النووية وأكبر عمليات الإبادة الجماعية التي حصلت في التاريخ. المصطلح انتقل من المجال العلمي إلى المفردات السياسية مع تطور قدرات العديد من الدول على إنتاج الأسلحة الذرية. ما هو اليورانيوم؟ اليورانيوم عنصر مشع موجود في الطبيعة، لونه يميل إلى الفضي، هو أعلى كثافة من الرصاص بنحو 70% وأقل كثافة من الذهب. عدده الذري 92، كل متر مكعب منه يساوي 19 طناً بفاصل واحد. تخصيب اليورانيوم عملية صعبة ومعقدة وتقنية حساسة، فاليورانيوم الخام لا يستخدم في توليد الطاقة والأسلحة إلا بعد عملية التخصيب. قبل شرح عملية التخصيب لابد من توضيح أن اليورانيوم يتكون من نظيرين رئيسيين، اليورانيوم 238 واليورانيوم 235. اليورانيوم 238 يعرف باليورانيوم المنضب ويشكل غالبية المادة في العالم، وهو غير قابل للانشطار ولا المرور بتفاعل نووي متسلسل. يستخدم حاجزاً للوقاية من الإشعاع نظراً إلى سماكته وكثافته، وغالباً ما يستخدم في صناعة الطائرات والمعدات الطبية. أما اليورانيوم 235 وهو الأخطر، يشكل أقل من 1% في العالم، وهو المادة الطبيعية الوحيدة القابلة للانشطار والتي تستخدم في الوقود النووي. مراحل التخصيب: بعد استخراج اليورانيوم الخام من باطن الأرض يفصل ويتحول إلى مسحوق يعرف بالكعكة الصفراء التي تتحول بدورها إلى غاز يصلح للتخصيب. بعد ذلك تتم عملية الفصل بين النظيرين U235 و238 عن طريق أجهزة الطرد المركزي التي تدور بسرعة تصل إلى 100,000 دورة في الدقيقة تقريباً. يتجمع النظير الأثقل U238 في جدار أسطوانة أجهزة الطرد، فيما يتجمع النظير الخفيف U235 في مركز الأسطوانة، ثم يتم التجميع مرة تلو الأخرى لرفع التركيز. اليورانيوم المخصب نوعان: منخفض التخصيب، تتراوح نسبة اليورانيوم U235 بين 3% و5%، وهو يستخدم في الأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية كمصانع الطاقة. مرتفع التخصيب، نسبة اليورانيوم U235 تبلغ 20% وأكثر، وتستخدم في مفاعلات الأبحاث وإنتاج القنابل النووية. يتطلب إنتاج القنبلة النووية استخدام يورانيوم مخصب بنسبة 90% وأكثر، وصناعتها تحتاج إلى عمل 1500 جهاز طرد مركزي لمدة عام، وكل رأس نووي يتطلب نحو 20 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب. دول وأطراف عديدة تمتلك هذه التقنيات والقدرات، وبعضها يخصب ويصنع السلاح من دون رقابة دولية كالاحتلال الإسرائيلي. وفي ظل الحروب والتوترات والتهديدات المتبادلة، قد تشتعل حرب نووية تتسبب بكوارث بدلاً من استخدامها لخير البشر وتطورهم.